هنا الموضوع الاحواض اللي عملناه هنا ده في السور، لان المفروض ان في الفيلا هنا العميل طارق بيعمل زي اشجار متسلقه تمشي على الاسوار هنا كده بطول السور كله. فشركه الزراعه طلبت ان احنا لازم يكون فيها عمق 60 سم عشان يقدر يعمل تربه ويعمل منها النباتات اساسها اللي يطلع لحد فوق. فطبعا احنا عندنا مشكله ان احنا موضوع التصريف وموضوع الخرسانات طبعا تحت، ما نقدرش نحفر لهم تحت، ولان الفكره جت متاخره عند العميل فاضطرينا ان احنا نعمل حوض عالي زي كده وهنحاول نموته في التشطيب. يعني الحوض يبقى غطي 60 سم تمام، وبعدين احنا هنا في التشطيب هنا هنحاول نموته بحيث ما يبقاش منها غير حوالي 20 سم، بحيث ان احنا الحوض ما يبقاش شكله مؤثر على الجدار بعدين. وطبعا هنبدا دلوقتي احنا نعمل لها عمليه التلييس داخلي وخارجي عشان نعزلها برضو. هناخد كل ده نسبة ميول الياسة خفيف جدا بحيث ان يبقى هنا نقطة تصريف، نعديها من فوق الخزان ده تروح على النقطة اللي بعدها، وبعد كده نتصرف منها نطلع منها نوديها على حوض بره في الشارع، كل ده تحت التشطيب بحيث ما يمشي أي مشاكل بعد كده أو تصريف مياه في الحوش عندنا هنا. عشان شبكة الري اللي احنا هنشتغل عليها، طبعا عندنا المنطقة دي كلها زراعة والأحواض دي فيها زراعة، جبنا شركة متخصصة مدت الخط الرئيسي ده زي ما احنا شايفين هنا على النقاط بتاعته، مدته من الخزان الرئيسي بره بدفع خاص بيه هو لوحده عشان يتركب عليه تايمر ويبقى فيه سنسور بتاعه مختلف بموضوع التايمر عشان يوزع المياه بتاعته حسب توزيع الأحواض بتاعتنا. زي حوض هنا، الحوض اللي هنا، الأحواض اللي هنا اللي هي فيها النخلات. فالشركة متخصصة أفضل ليه؟ عشان هي تبقى عارفة ومرابطة المواسير بالقطر اللي هي عاوزاه، زي ما شايفين هنا حاطين هم ماسورتين أقطارهم كبيرة شوية عشان يقدر يغطي المساحة كاملة، يعني مفصولة عن الفيلا، ما تاخدش ما تسحبش من الفيلا، ما تسحبش من أي مثلا حنفية أو حاجة موجودة من داخل الفيلا، تبقى ليها دفعها منفصل إذا حصل فيها مشكلة، نقفلها فالفيلا ما تأثرش، إذا حصل مشكلة في الفيلا فنقفل الفيلا وهي الزراعة ما تتأثرش. فدي أفضل طريقة. هنا تمام بدأنا في الحوش خلاص نرسم الوثنية. وعشان نبدا نخلص مرات الحوش، طبعا احنا خدنا من الاول مسوق من عندنا من الاول هنا، ونعمل حساب ان في صفايه جريل اللي بتركب بالعرض هنا عشان بتلم كل الميه اللي بتمشي. طبعا انت بتعمل ميول في البلاط على المسافه ديت، احنا دي حوالي ما يقارب ال 20 متر، فاحنا هناخد 10 سم اظن كافيين فرق ميول من هنا، فاحنا هنرفع هنا الصفايه بتيجي حوالي 18 سم، فهنحط احتياطنا من 18 ل 20 سم هنا ونبدا ميول. ممكن توصل هناك عندك بتاع 27 28 سم كويس ان شاء الله اعتقد، بزياده او 30، وبنوزن عليها القصه دي كلها وبنرجع نوزع التفاهم بتاعنا عشان نركب البلاط عليها ان شاء الله. طبعا بتحط في احتياطك المناسيب دي كلها، طبعا شايفنا عليها كلها مظبوطه اللي دي منطقه الخزان، طبعا الخطة المقاس بتاعها الخطة بتاعها اللي هو 80 في 80، وكذلك الخزان اللي هناك بتاع الغاز نفس القصه. فكله بالنسبه لنا ان شاء الله اموره كويسه مع التشيك بتاعت الميزانيه، ونبدا ان شاء الله بقى نوزع الدفان بتاعنا عشان نركب البلاط. هنا ده البلاط الخاص بالاحواش، ما شاء الله التكشر بتاعته كويسه وكلها من اللون الغامق، ودي هتدي جمال الفيلا زياده. تاني حاجه عشان برضو موضوع اللي وقف في السيارات الكفرات او الكاوتش ما يعلمش في الارضيه، وزائد اللون ده شيك جدا في الارضيه ويمشي جدا مع اللي هو الرخام الجلاكسي اللي احنا بنعمل بيه حدود البلاطات والدرجات. هنا النهارده بدانا في تبنيه الحوش، ده خلصنا خلاص اهو بالميزانيه. اول حبه هنا لازم تكون حبه سليمه عشان نبقى متفقين، وهنا هنمشي مع الخط ده يبقى الحد بتاعنا هنا، حتى الخيط باين هنا اهو عشان تمشي مظبوطه مع ده، ويبقى النص الناحيه الثانيه الممر شكله كويس ماشي معاك كويس، لكن هنا ما تخليش نص ولا جزء ولا 10 سم ولا 20 سم ولا الكلام ده، تخليها حبه سليمه. عشان كده احنا حاطين ديت معيار وهنشيلها تاني عشان نقدر نركب بعد كده صفايه الطرد هنا، الصفايه اللي هي بتجمع المايه كلها اللي كل ميول بترمي عليها الصف، تجمع الصفايه ونعمل لها توصيله ترمي على هنا، وصفايه ثانيه هنا عند باب الجراج الثاني وبرضه ترمى لهنا، دي الوسطيه اللي بينهم تمام. فاحنا بنخلي دي عشان الترتيبه دي كلها، وكمان عشان ترتيبه الجماعه بتوع الكهرباء هنا بتوع الابواب وحاجه لو محتاجين اي حاجه ثاني البلاطة دي تخدم معاهم، ولكن دي المعيار بتاعنا فتفضل ماشيه معاك مظبوطه. طبعا زي ما احنا قلنا في نسبه ميول بسيطه بتاعت اقل من سنتي كده في المتر عشان بس ترمي ميه، فهي هناك كده الفرق عندنا بتاع حوالي 10 سم من هنا لحد هناك في حوالي 18 متر، تتكلم في 6 من 10 سم او نص سم حتى في كل متر، الميه بترمي معاك كويس، عشان اكتر من كده تعمل مشكله هناك عندنا في الارتفاعات، فدي كانت احسن نسبه وشغالين عليها دلوقتي. هنا بعد ما بدا يكون الصف ويبدا يمشي لحد الاخر، دي البلاطه هناك اللي احنا قاسيين عليها برده عشان الصف ده كله يمشي مظبوط زي ما قلنا مع الخيط هنا بينهم. وهنا بعد ما كملنا الحوش كامل، طبعا بعد التنظيف بيبان شكل البلاطه، انما هي ما شاء الله
لونها جميل والتكتشر بتاعها جميل، يعني حتى لو جينا كده عكس الشمس شويه ممكن تبان معانا التكتشر، شكلها جميله جدا. دي بعد التنظيف هتخلي المكان شكله جميل قوي، وهتظهر الممر لان اللون الغامق هيديك احساس بان المكان كله زي السجاده. وبتبدا بقى بعد تبقى معاك التفاصيل بتاعه الجدران والالوان الدهانات ان شاء الله بعد ما تخلص. باقي معانا بقى منطقه الخزان، جبنا الغطيان بتاعتها اللي هي 80 في 80 المخفي، يعني انت تقلبها وبعد كده بتلاقي فيها تجويف بتحط عليه البلاطه بتاعتك فيبان انه كله مستوى واحد، بس يبان الحد بتاعها. هنشوف لما تركب ان شاء الله. نوع المخفي كويس، في نوع بيجي زي البلاستيك او الفيبر ما بيكونش كويس، ممكن يتكسر حتى مع السياره. وتاني حاجه بيكون لونه كله باين فمبقاش كويس. زي ما احنا شايفين كله ماشي، طبعا احترمنا الخط ده واصبح ده هو الاضافه. هو يقدر بقى يحط هنا احواض زرع اللي هي المتحركه ديت على النص ده، فيبقى احنا احترمنا الخط ده وماشي معاك لحد اخر الممر. وبعدين هنبدا نشوف هنا المنطقه، لما نوصل عند المنطقه دي ان شاء الله هنشوفها كده، هنعمل هنا درجه وهنعمل برده طبليه تاني جوه. دلوقتي هنا دي غطيان الخزانات عندنا هنا خلاص ظبط منسوبه مظبوط عليها، وبيبدا يركب عنده هنا البلاط بتاعه بحيث في الاخر بس يبان عندك بس الحد اللي هو الخارجي المعدني ده. طبعا انت عندك هنا في خط موجود هيبينه، تستمر معاك هنا بحيث ان شكلها يبان طبيعيه ما كانها مش مفصوله، او كملته عينك تجيبها ان هي كانها بلاطه واحده مستمره وكان دي مثلا حليه في الارض. هنشوفها اما تنتهي. هنا باين الخط مع الخط خلاص. طبعا الزوايا مقطوعه على 45 عشان تحقق الزوايا ال 45 الباقيه. وهنا الشكل النهائي بعد ما ركبت تماما، الخط اللي قلنا عليه باين خلاص، بيديك احساس ان هي بلاطه في وسط البلاط عادي، وبس عليها شويه الديكور اللي هو حوالي الحليه ديت، فشكلها متزن جدا. فلو اي حد جالس بعد كده ان شاء الله في الجلسه هنا مش متأذي من المنظر. وهنا دي الجلسه الخارجيه اللي امام المجلس الرئيسي او المدخل الرئيسي للفيلا اللي هنا، مدخل العيله ده من الدور الحقيقي، اتعملت طبعا بفرق منسوب هنا درجه من الاول للاخر، واتعملت درجه المدخل هنا كبيره ترحيبيه 70 سنتي بعرضه كله، كلها زي ما احنا شايفين رخامه واحده، بتدي جماليه احسن العرض هنا، وان دي كلها قطعه واحده بتيجي على بعضها كده بتبقى شكلها جميله جدا. ومن الاجنب بتاعها بنقفلها، وبعد كده احط هنا احط زهور هنا في المنطقه دي، والحوض ده كمان، والحوض ده هنا، والحوض ده هنا بيرجع بعد كده ان شاء الله يتبلط. واحنا اشتغلنا عليه على البلاط اللي هو بتاع الحوش عادي، واتعمل على اللي هي الشطفه ال 45 تمام، بحيث انه يتقفل من هنا وكده، وطبعا الناس من الداخل، وطبعا من هنا وكده، ونفس القصه الثانيه، فيبان من الثلاث اتجاهات مقفول افقي ورأسي، وبعد كده جوه يتلايس وتعمل الحوض كامل بالطمي بتاعه بالزهرات بالاضاءات ويطلع كامل، فيبقى شكله من بره كله مع بعضه متناسق بالشكل الاسود. طبعا المنطقه دي احنا دلوقتي شلنا الراس بتاعتها بحيث انها البلاط بتاعها برده هيركب بنفس الطريقه بتاعت ده اللي هو فيها شطف 45، وتبقى على نفس مستوى المنسوب بتاع الدرجه، فيبقى كلها شكل واحد، عامله كده وعامله كده ونفس منسوبها مع المستوى ده، عشان كده نزلنا مستوى الجدار شويه. وهنا شكل الحوض بعد ما تقفل، طبعا هتروب على طول اهي الزاويه ال 45، وهنا كمان هنا، وهنا كمان القطعيه على 45، ما تجيبهاش مربعه كده ولا كده، وتبقى القطعه هنا والقطعه هنا، لا على 45 وهنا. الحفه 45 زي ما اتكلمنا، زي ما هي تركب هنا دلوقتي باينه على 45، الرف بتاعها مظبوط، وهنا طرف 45 برضه. هنا الحوش بعد ما انتهى البلاط بتاعه، وركبنا كمان النعلات والترويبه اتعملت هنا زي ما احنا شايفين اهي، بعد كده بنغسل كل ده وبننضفه وبيرجع ما شاء الله اللون زي من الاول، لكن بنستنى معاه عشان تمسك عليها شويه، وبعد كده ان شاء الله بنغسلها كلها. ما شاء الله المنظر من داخل الفيلا دلوقتي بقى حاجه مختلفه تماما بعد ما انتهى البلاط. طبعا لما بيتنضف المكان ده يبان اكتر يعني، بس واضح حدود الجلسه باينه وشكلها، واللون حتى الاسود يعني عامل شغل برده مع الفريمات السوداء اللي احنا موجوده عندنا في كل المكان.
وهنا الجلسه الخارجيه ركبنا عليها دخان برضو اللي هو الجلاكسي عندنا، قفلنا بيها عامله زي الدرجات بحيث تقدر تنزل منها كده على الحديقه من كل اتجاه. ومع تكوين الحديقه ان شاء الله هنعمل هنا طبعا النجيله ونحط فيها زي البلاطات اللي تمشي من جواها، فاي مكان نزول تقدر تمشي من الداخل. ومن سبعه طبعا مطلوب برضو انها تقابل الجلسه الخارجيه اللي هناك وتبقى دي تربط ما بينها وبين البلاطات اللي قلنا عليها. ودي شكل كل واحده منهم من تحت برضو فيها القائم بتاعها، بحيث لما تقفل النجيله هنا او هنا او هنا تبقى في الاخر اللي باين منها جزء الرخامه فتبان في الاخر كانها درجه كامله. هنا وصلت البوردرات اللي هنكون منها الرصيف، وديت اللي خاصه بالاحواض الزراعه اللي هي ال 10 سم. وده هنا الشكل النهائي تقريبا بعد ما خلصنا، باين فيها كل التفاصيل بتاعت الرصيف من بره. طبعا احنا عشان نتناسق مع الجار نفس القصه برضو هنا بحيث يبقى هبوط عند المداخل، طلعنا معاه مشينا. هنا عندنا حوض زراعه سنتر مع الشباك، هنا حوض زراعه سنتر مع منطقه المدخل، هنا دي فيها حديد طبعا بعدين، حوض زراعه برضو سنتر مع المنطقه دي، وطبعا دي النزول بتاع السياره بعدين. برضو هنا حوض زراعه قصدنا ان احنا ما نخلوش بارز بزياده عشان يبقى شكله كويس، بعدين لما يتملي هنا تربه وتحط الشجرات بتاعته مع الاضاءه مع الري بتاعها يبقى المنطقه دي قفلت، هيبقى شكله كويس بعدين. المنطقه دي هنا الارتفاع ده جميل جدا، احسن ما يكون ارتفاع عالي، منه بيعرق للرجل ومنه تاني حاجه بيخلي الشكل تقليدي او شبه الحاجات اللي هي الموجوده في الشوارع الحاجات الحكوميه تبقى شكلها مش قد كده يعني، انما هنا شكلها جماليه اكتر لان دي فيلا فبتديها انت لمسه جماليه شويه. طبعا هنا عند المدخل زي ما قلنا بننزل النازله دي عشان تراعي دخول الناس، لما يجي يدخل ما يطلعش حاجه عاليه، ونعوض الكامب هنا ان شاء الله في الدرجات الرخامه اللي هتتعمل هنا. برضو هنا لما هتيجي على مطلع السياره اهم شيء ان الطلعه الاولى تكون بردوره، ليه؟ عشان طلعه السياره هنا ما تكسرش، لو ده خلطه ولا بلاط في الاول ولا حاجه ما تكسرهاش، لان طلعه السياره بتكون تقيله بتكسر دايما المنطقه دي، لكن بردوره عمرها ما تتكسر تمام. وبعدين ان شاء الله لما بنقفل خالص وننظف هنا بنحط طبقه اسفلت بسيطه هنا تاخد نسبه الميول دي وتموتها مع بعضها، فتبقى اسفلت شبه الطريق والطلعه الاولى بردوره ما تكسرش مع اول طلعه للسياره. وطبعا باين عندنا هنا شكل البلاط كامل كله برده ماشي بخط مستمر مع الخط اللي جاي من الداخل، وهنا المدخل الاخير اللي بيدخل على باب العيله. كده المفروض البوردرات الخلفيه انتهت، بنقص بس هنا بعدين الزاويه دي هتتقص كده بزاويه فتبقى مقطوعه كده ومقطوعه كده فتديك زاويه الميول ده مع الميول ده تبقى تطلع مظبوطه ان شاء الله معاك. وهنا تم تسويه اطراف البردوره زي ما احنا شايفين بحيث انها خلاص بقت خط واحد ما يبانش فيها اي مشاكل، واذا حبينا بعدين ندهن البردوره بعدين خلاص ما عندكش اي بروزات ولا اي مشاكل ان شاء الله معاك. والتوريبه اشتغلت خلاص يا دلوقتي، وبعد كده ان شاء الله يبقى كده تفنش ان شاء الله، وبعد ما اخلص الاحواض كلها تظهر الشكل معاك. هنا تركيب الدرجات الخارجيه اللي هي 30 30 ودي كبيره شويه عشان تبقى استقباليه شويه شكلها احسن. هنا الصفايات اللي على مخارج السياره بره على الشارع خلاص، دي كان اللي معطلين احنا اخر مرات هنا لو تفتكروا عشان بنمرر الصرف بتاع الصفايات، الصفايات ركبت، وادي الصرف بتاع دي المنطقه الوسطيه، وادي الصفايه الثانيه من الباب الثاني برده واتصرفت على الصفايه دي. الميه كلها ميولها بتيجي هنا وبقيه الحوش ميوله كله بتيجي على دي هنا، فالاتنين يجمعوا يربطوا على الصفايه دي وتردوا لبره بقى من تحت لتحت، لان اصلا غلط انك تصرف الميه على الشارع دي على طول فيها مخالفه، فدايما بشوف حلولك ان انت تصرفها على صفايه مخفيه ومنها اذا على البياره هنا، وبعدين ان شاء الله نفتح الصرف الرئيسي مدروم على الصرف الرئيسي على طول. طبعا هي اتوزنت على حد البلاط هنا بتاع يعني هي نهايه الافقي وبدايه الميول بتاع السياره. نهايه الافقي وبدايه الميول بتاع السياره، فاي ميه تمشي هي تلمها وتدخلها على طول على الصفايه. هنا دي تجهيزات المدرسه الاخيره بتاعت الدرعات الكهرباء اللي هتفتح الابواب، احنا عندنا هنا في ابواب حديد ضفتين، واحده تفتح كده وواحده تفتح كده، نفس القصه برضه واحده تفتح كده وواحده تفتح هناك. فدي الشرطات المهندس قلنا طبعا وقفناها، ولازم دي مهمه جدا قبل ما تقفل اخر بلاط عندك او قبل البلاط عامه لو تعملها بدري بدري يكون احسن. تاخد المهندس المختص طبعا دي 60 سم اللي هو عاكس الاول باول بنسميه السنسور، واحد هنا واحد هنا، ودي الكهرباء اللي هتغذي الدراع بالكنترول بتاعه بيركب هنا بعد كده تمام. وبعد كده الدراع بيجي هنا ويفتح الباب ده، والدراع الثاني هنا ويفتح الباب الثاني، ويمددها كلها على الكنترول بتاعك الرئيسي.
وهنا الشكل النهائي بعد ما ركبنا كل البلاطات قفلنا عليها مظبوط. شكل الصفاية واضح وباين على بداية الحد بتاع الميول، نفس القصة الناحية. هنا بعد مرحلة التنظيف الأولى للبلاط الأحواش زي ما احنا شايفين التكشر بدأت تظهر. بص جمال التكشر هنا جميلة ازاي، فيها عاملة زي فكرة الحجر وبتعمل ضي جميل مع الشمس زي ما احنا شايفين. طبعا الغسيل مش 100% لسه، لان لسه في ناس حرك الفيلا، ولكن بص هنا اللمعة عاملة ازاي لو رحنا على الشمس، هنا مع الشمس زي ما احنا شايفين. طبعا لسه في الترويج شغالة، بس بص المنظر هنا. طبعا هنا اخر حاجة بنقوم بيها الترويبة بعد تنظيف الاحواش النهائية، شغالين على الترويبة دلوقتي الاسود، وبعد كده بنعمل عملية التنظيف هي كمان بعدها على طول. وطبعا الترويبة تكون بعد التنظيف عشان نشيل اي شوائب او اي اتربة، اي وسخ دخل في الفواصل، فتبقى الترويبة كويسة فيها تماسك وتملى الفراغات كويس.